هل مريض الاتش اي في بيمثل خطوره على المجتمع؟ الحقيقه ده سؤال مهم جدا، والحقيقه انه الخطوره اللي ممكن يمثلها مريض الاتش اي في على المجتمع تاتي بس انه هذا المريض ما يكونش تم اكتشافه واخضاعه للعلاج اللازم. وعشان كده احنا دايما بنقول ان الخطوره تاتي من تجاهل المريض وتجاهل المرض مش من التعرف عليه. الاتش اي في فيروس بيسبب مرض نقص المناعه المكتسب اللي هو بيعمل مرض مزمن يهدد مناعه الجسم، ولكن هذا المرض لا ينتقل الا عن طريق التواصل الجنسي او عن طريق نقل الدم او الادوات المرسبه بالدم، وممكن ينتقل طبعا من الام للجنين بتاعها. وبالتالي المريض المتعايش مع الاتش اي في لا يمثل اي خطوره على المجتمع اللي حوالينا، ما بتنتقلش العدوى بالطرق العاديه من التواصل بقى ان احنا نسلم على بعض او نتواصل مع بعض او يكون في اي صوره من صور التعايش. والحقيقه النقطه المهمه جدا في هذه الحكايه انه طالما المريض تم التعرف عليه وتم الحصول على العلاج اللازم، ده بيقلل جدا جدا فرصه نقل العدوى. الحقيقه دلوقتي بقى ثابت علميا الحقيقه اللي احنا بنقول عليها undetectable equals untransmissible، انه المريض عنده عد فيروسي غير مقروء في الدم غير ناقل للعدوى جنسيا، وانه الام المتعايشه مع الاتش اي في اذا كانت بتاخد العلاج بتاعها فاحتماليه نقل العدوى منها لابنائها بتقل اقل من 4%. وبالتالي اذا العلاج هو الحجر الزاويه في ان احنا نحمي المجتمع ونحمي انفسنا ونحمي المرضى من اي مشكله بتواجههم. وعشان كده دايما بنقول محتاجين نشجع اي شخص عرضه للاصابه، اي شخص من الفئات الاكثر عرضه للاصابه، ان هم يعملوا الاختبارات اللازمه وان هم ياخدوا العلاج اللازم ويوصلوا لمرحله انضباط الفيروس ووجوده تحت اللي هي اللي احنا بنسميه الحمل الفيروسي الغير مقروء، عشان فعلا نوفر حمايه لنفسنا ونحمي المجتمع من الخطوره الحقيقيه من المرض وليس من المريض. شكرا.